عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع. الحر بالحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع. والناس للناس والآفاق شاسعة، والطير قالوا على أشكالها تقع. صرح العلاقة يبنى في ضمائرنا على أساس فيه الأخلاق تنطبق. الله الله. وهذه أستاذ هذه يعني راها عندنا اليوم في الدفتر نطبقوها، راهي تطبيق مطبقه في الواقع. شوف يقول لك عاشر من الناس من تهوى طبيعته. واحد ما يلزش الواحد حتى يكون كيفه، نفس الطبيعه نفس الفهم. وما عليك ملام حين تندفع. كي واحد تلقاه مندافع لصاحبه بلا ما يقدر، عرف بلي يديري كيف كيف. قال لك ما يكونوا صحاب تيتشابوا تيتشابوا، وي فاهم. قال لك والحر للحر ميال بضبط. كل واحد حر يطيح مع الاخر، كل واحد والاخر. والنذل بالنذل مفتون ومقتنع. الحر مع الحر والذل مع الذل، والذل مع الذل، فاهم. والناس للناس والافاق شاسعه. الناس دائما بالناس، يقول لك الناس بالناس الناس بربي سبحان الله. يعني الناس دائما يحتاجوا لبعض، ولكن ما تكملش الدنيا وكل صاحب ألف مليار دائما تبقى الافاق كاين. والافاق والطير، والمثال العربي شنو قال؟ الطير على اشكالها تقع. اشكالها اللي حر يجي مع الحر، اللي مذلول يجي مع المذلول. وهنا قال لك واحد الحكمه، صرحوا العلاقه. اذا تبغى دير علاقه مع ناس تبنى في قلبنا وكذا، على اساس به الاخلاق وتنطبق. يعني يكون عندك الاخلاق هي الاساس. بارك الله فيك استاذ، شكرا.